يا كثر ما قلت بسوي وبسوي ولا في شيء من اللي قلت سويته، راحت حياتي وانا طري وانا نوي، واللي بغيته نسيته يوم خليته. انا احسب اني صغير وبالعمر توي، لا شك شيبت واحلى العمر عديته. يا ليتني يا ليتني يا حمد يوم الصفا جوي، هاك الزمن يا شريف البيت خاويته. يا كثر ما قلت بسوي وبسوي ولا في شي من اللي قلت سويته. يا كثر ما قلت بسوي وبسوي ولا فيه شي من اللي قلت سويته، راحت حياتي وانا طري وانا ناوي، ولي بغيته نسيته يوم خليته. أستاذ خليل الفهمي، متى بدأت فكرة إنشاء البيت الفهمي لديك؟ 1396 هجري. هذا أول شيء كان عندي بعض المقتنيات لوالدة والدتي، هي ربتني الله يرحمها، من بعد والدتي ماتت وأنا صغير، فكان لديها بعض الأشياء، مقتنيات ملابس أواني أشياء، فكانت توصيني الله يرحمها لأحتفظ يعني ببعض الأشياء هذه، توصيني عليها، فزادت الرغبة عندي، احتفظت بالأشياء حقتها وزادت الرغبة عندي في جمع بعض الأشياء، فجمعت بعض الأشياء وحافظت عليها، ودعمني كمان في بعض الناس، منهم رحيمي شداد بن مسكن وأخت زوجتي الله يجزيها بالخير، مرأة برضها محافظة على الأصالة والتراث، فبرضها كمان يعني كانت لها يعني المساعدة لي، أعطتني بعض الحاجات في بيرم، في بعض الأشياء يعني أنها ساعدتني على صدرة، ما يسمى صدرة ملبوس للنساء. طيب يا ليت تعطينا لمحة سريعة على محتوى البيت، مسمياته، المقتنيات الموجودة. فالمحتويات الموجودة هي الملابس النسائية مثل البيرم والصدرة، الأواني المنزلية اللي كانوا أول يستعملوها أبواننا وأجدادنا عبر العصور، كالدلال والقدور والصحون ومصافي مصفى العسل، أواني العسل، المحقن، كربة البيت، شملة البيت، مثلا البدة اللي ولي أنت تصورها في السطح، هي هذه البدة هي من شعر الغنم سدي، يعني الصراحة يستخدمونها البدو أيام البرد إذا جاهم ضيف عزيز، يعني يقول لك لا تقرأ إلا عزيز، يعني لا تعطى إلا يعني شخص يعني يجي ضيف على العائلة عزيز عليهم، ف تنزل له في دفاء بها أيام البرد، يعني هي دافية ونظيفة وما تستعمل، يعني ما تفرش في أي محل، ما تستعمل زي ما تقول لك لا تعطى إلا عزيز في القوم، يعني فهذه من الشيء اللي أعتز به، وهي من عهد الجدة برضه. عند البندق برضه كمان بندق قديم، ما أعرف له يعني أهل يعني إلا أنه شريت بعض البنادق هذه من الجماعة من زمان قديم، الحين ما عاد فيه، احتفظت بالذي عندي
فعندي مثلا الحلي برضو كمان حلي الحريم فضلا عن ملابس النساء، فهي برضو كمان موجودة كما تراها. المخنقة يقولوا لها المخنقة، هي قلادة تزركش من في الصدر من الفضة مثل الخواتم، وهذا الهيكل المزركش كما تشوفها، فحفظناها هكذا يعني حبا فيها. وما كان يعني أنا ما أقول لك إني أنا أبغى أظهر مظهر، لا، هذا شيء أحبيته اقتناء في بيتي. يعني شرواكم من الرجال اللي يأتينا ينبسط يتفرج يشوف الماضي وعيالي يشوفون الماضي، حفظا لهذا الشيء أنا حبيته يعني صراحة الله، وحفظا للموروث الفهمي. طيب، ما هي الخطوات المقبلة لإبراز هذا التراث للناس، لعامة الناس؟ والله من خلال جيتكم، وأنتم أبناؤنا فيكم البركة إن شاء الله وموقعكم، فأنا أقول هذا أظهروا من خلال الموقع، أظهروا ما استطعتم من خلال الموقع، وأثبتوا يعني أثبتوا موروث فهم. هذا مش لي وحدي، هذا يعتبر لفهم جميع، يقتنوا فهم جميع، وأنا فهم من طرف فهم. هل تم توثيق هذا المتحف في هيئة السياحة والآثار؟ طبعا أتوني هيئة الآثار والسياحة إلى منزلي هنا برفقة الأستاذ عبد الرحمن الثبيتي مدير متحف مكة، فجاني حق الآثار والمتاحف من الرياض، رجل يعني صراحة استفدت أنا من جيته، ولكن وكان هو في جمع عندهم لتراث المنطقة الغربية وش فيها وش عندهم، فالرجل زارني وطلع علي في الجبل هذا، وكان التراث محطوط في محلة صغيرة وهي صندقة قديمة، وتزوج فيها عام 1396 هذا الصندقة، ونقلتها من منطقة مكة عندي لين هنا واستعملتها في التراث. فأتاني الرجل وشاف فتقال للشيء يعني، لأن أنا ما عندي جميع يعني ثقافات، ما عندي إلا هو هذا التراث الفهمي بالذات، وقال لي وحب لو كان على شارع ومحل يعني مفتوح للزائرين. كأنه كذا يعني أنا رأيته كذا، لأن ما عاد أحد رد علي، ما ردوا علي مادي عبد العزيز الراشد شو اسمه، ما المهم حق الآثار المتاحف في الرياض مسؤول هو، أنا أعرف عبد الرحمن الثبيتي مدير متحف بكة، وكان برفقته، فكان عندي إذا أنا ذاك يعني قريب تقريبا 12 سنة و 15 سنة. نعم. إيه. فأنا قاعد يعني على ما أردت أشارك كثير، يعني شاركت في بعض المدارس، وحبيت إني يروح علي بعض الحاجات، فحبيت إني أستقر يعني يكون في البيت الفهمي، كون أنا مستقر في البيت الفهمي من أتاني فالله يحييه. طيب، بمناسبة المشاركات، عندك عزمة والنية في المشاركة في مهرجانات كبيرة مثل الجنادرية مثل سوق عكاظ بالطائف يخدم التراث هذا؟ والله أنا من أكتفي بموقعكم موقع فهم، أكتفي يعني لأني أنا أتعب شوية، وبعدين ما أشياء مقتنيها في بيتي يعني، فبعد إلحاح من الشيخ أبو وائل ضيف الله الفهمي، إلحاح واحدة وثنتين ومرات، ورجل جار وعزيز وغالي علينا، فحبيت إني إيش أناديكم وافتح لكم رغبتي في التسجيل على الموقع، إلا من أشارك وأروح وهذا، فوالله أنا حسيت ما عندي ذاك الجهد، وحبيت أن أقتني لنفسي وفي بيتي. باسم شبكة مجالس قبائل فهم، احنا نشكرك على فتحك لهذا البيت واستضافتنا اليوم، تقديم هذه الواجهة المشرفة للمحافظة على تراث قبائل فهم. الله يسلمك. ولكن ايضا نود منك رسالة أخيرة توجهها للمهتمين بهذا التراث، او من عنده استطاعة انه يخدم هذا التراث بالمشاركة في مهرجانات أو في يتكفل بأشياء تخدم هذا الشيء، فما هي الرسالة الأخيرة اللي توجهها ولمن؟ أنا الرسالة أوجهها قبل كل شيء للشباب، أن يعرفوا إيش كان عند أجدادهم، إيش كانوا يسووا وإيش الموروث. أنا أنصح الشباب أن يهتموا في هذا المضمار،
ومو شرط واحد ان يجهد نفسه وان يشارك وان لا ان يجمع في بيته، ان يجمع الشيء الاصلي في بيته، مثل البنادق، مثل الملابس، مثل الاواني، مثل يبني بيت شعر في منزله، يهتم بعادات اهله، العادات البدويه الجميله الشهامه. انا انصح كل شاب ومنه في سني او امثالكم بهذا الاهتمام فهم يكفيهم، يعني يكفيهم، ما يعني ماني بناصح لهم، وهم اللي اتوني يدورون هذا. نوجه لك الشكر والتقدير ابو ابراهيم، وان شاء الله نلتقي في محافل اكبر من الموقع هذا وانتشار اوسع باذن الله. انا شاكر ومقدر لوصولكم وجهودكم، واشكرك انت بالذات يا حسن، لاني الشخص ما لم يكن ميراث نفسه، ميراثه الناس، العبر عنه الناس. الناس بيثنوا كثيرا عليك، يعني بيثنوا كثيرا عليك لتحملك ولصبرك ولإنشائك هذا الموقع والمحافظة عليه. وأشكر قبل كل شيء الشيخ ضيف الله الذي أتاني ولح علي ووصلني في بيتي ورغم أشغاله، والآن هو قاعد جنبي. أشكر الله العلي القدير لهذا الرجل، لحسن جواره ولمساعدته في كل شيء. وأشكر الأستاذ أحمد الحسيني حبيبنا وشيخنا وصديقنا وولد وابن أخي بدر بن زايد، الذي ألقى منه البر في كل حي، ولجاري أبو إسماعيل لا ننساه. وأشكر كل من ساهم، ولكم مني التحية. شكرا أبو إبراهيم. الأستاذ أحمد، نحييك في شبكة مجالس قبائل فهم. ودنا تعطينا نظرة أو لمحة سريعة حول فكرة الأخ أبو إبراهيم حول إنشاء البيت الفهمي والمحافظة على التراث. بسم الله، وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وصحبه. وبعد، حقيقة لما دعاني أبو إبراهيم جزاه الله خير، لم أجد بدا من الحضور حقيقة، لأنه ذو فضل وكرم علينا سابق. كانت الإجابة واجب، أنا آتي وأشرف في هذا المجلس المبارك وهذا يعني البيت حقيقة اللي يدعى البيت الفهمي. هو بيت لو ربطناه بالشريعة الإسلامية وقارنا أو عملنا عملية مقارنة حقيقة بين الماضي وما نعيش فيه الآن من نعمة، نرى الفرق صراحة الواسع والبون الشاسع بين النعم التي كان يعيشها أباؤنا وأجدادنا والنعم التي نحن نرفل فيها الآن. ولما يرى الإنسان مثل هذه يتذكر حقيقة المعاناة التي كان يعيش فيها الآباء والأجداد والأمهات والجدات، ويرى النعمة التي هو منغمس فيها الآن والطرف الذي إن لم يشكر الله عز وجل عليه ويحافظ على طاعته جل وعلا، فإن النعمة لا تدوم إلا بالشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم، يا نعمة الله حلي في بوادينا وجاورينا ولا تغدينا من داري. أجابت النعمة أن الشكر يلزمني وأن باب المعاصي باب من داري. والشريعة أمرت أيضا بأن الشخص لابد أن يعيش شيء من الخشونة وشيء من حتى يتذكر نعمة الله عز وجل، ولأن النعمة أيضا النعمة لا تدوم. فمثل هذه الأشياء حقيقة ينبغي للمهتمين فيها أن يظهروها للآخرين لكي يعرفوا نعمة الله عز وجل عليهم، ولكي أيضا لا ينسوا تراثهم وما كانوا عليه. وتصور أخي حسن، لو أن هذه النعمة يعني فقدت فجأة ونحن ليس عندنا علم بماضينا وتراثنا وكيف نصنع هذه السفرة وهذا الشبان يعني الحلو، يعني أطفالنا أين نذهب بهم؟
فمثل هذه الأشياء لابد الإنسان أن يعرف أقل تقدير أسماءها كيف تصنع، ينقلها لأبنائه ومن حوله. فنشكر حقيقة خانة أبا إبراهيم على العناية بهذا البيت وعلى هذا البيت حقيقة اللي يدل على الأصالة وعلى المحافظة على التراث الفهمي خاصة. فشكرا له، وأشكر صلاحها من أتى واستضاف، وأشكر أيضا من أتى ليصور ويبدع ويخرج، وليست قريبة على أبي يحيى، فهو رجل مهتم حقيقة بهذا الموقع الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك بجهوده وأن يرزقه حسن النية والذرية والطهية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ أبو وائل، ودنا تعطينا لمحة سريعة حول البيت الفهمي وحول مجهودات الأخ أبو إبراهيم في هذا الشأن وإبراز تراث القبيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك الذي جمعنا بإخواننا، وجمعنا أيضا في موقع يعني أستطيع أقول أشبه بالنادر أن تجد مثل هذا الموقع وهذا البيت. ولو كان الأمر أمري لسميته البيت الذهبي، بيت الفهم الذهبي، لأن هذه الأشياء وهذه المقتنيات الموجودة عند شيخنا وأستاذنا أبو إبراهيم قل أن تجد رجل في قبيلة بني فهم بالأخص يقتني هذه الأشياء، وأنا ممن لحق هذه الأشياء. فعمري الآن ما شاء الله تبارك الله قرابة 47 سنة، وعشت في بيت الشعر، ووضعت ملابسي في الصفرة كما يقال التي أمامك وعلقتها، ولحقنا أشياء كثيرة من هذه الأشياء. وحقيقة الله عز وجل أنا أعتبر أن هذا البيت نادر، وحكومة المملكة بالأخص وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين هم يهتمون بالتراث، وهناك مهرجان الجنادرية للتراث، وهذا دليل على محبة الأصالة والقدم. أنا حقيقة أشكر أستاذ أبو إبراهيم، وأتمنى أيضا أن يكون هناك مشاركات لهذا البيت حتى نظهر تراثنا إحنا كقبيلة الفهمي لقبيلة بني فهم وللناس أجمع من بعدهم. أتمنى أن إذا كان هناك مثلا حفلات مدرسية في القرى، حفلات عند المؤسسات الخيرية في بني فهم، أن يكون في قسم وجانب لهذا المعرض حتى نطلع ونعرف الناس أجيالنا أبناءنا على هذا التراث. فكرة أبو إبراهيم فكرة جميلة جدا، ولاحظت اليوم أيها الإخوة أشياء نادرة. يعني أنا أجزم الآن أن لو مررنا على بيوت بني فهم بيت بيت لن نجد مثل هذه الأشياء. فهذا شيء جميل حب الله عز وجل به أخينا أبو إبراهيم بمحبة هذا التراث حتى جمع هذا القدر الموجود من هذه المقتنيات. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. أشكر حقيقة أبو إبراهيم على استضافته لنا، أشكرك أنت أستاذي أبو يحيى على اهتمامك بالتصوير وبالموقع بالأخص. موقع بني فهم موقع جميل جدا حقيقة الله عز وجل، وقد عرفنا وشفنا فيه وقرأنا ما لم كنا نعلم عنه، لا عن القبيلة ولا عن غيرها. فهذا يعني شيء جميل. اليوم نحن في بيت من البيوت القديمة، وبالأمس كنا نتصفح موقع بني فهم، وما أحسن هذه الأشياء عند القبيلة كاملة، وما أحسننا أن نعرف ماضينا وحاضرنا. شكرا للجميع، أسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.